تعليق العبادات والصلوات بالمساجد والكنائس، إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بالبلاد. القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا. الحكومة تخصص حساباً لتبرعات لمواجهة الكوارث والأزمات. شباب سوهاج يوزعون كمامات وقفازات على المواطنين. حرصاً على سلامة المصلين وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية، قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تعطيل إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم. كما قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وكذلك غلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات. كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقوسية والقداسات والأنشطة أيضا لمدة أسبوعين. جميع المتاحف والمواقع الأثرية بالبلاد واجهت نفس المصير، إذ أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري غلقها ابتداء من صباح يوم الاثنين وحتى أواخر الشهر الجاري، وذلك للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة ووفقا للمعايير العالمية. وزيري أكد أنه سيتم خلال فترة الإغلاق عقد دورات توعوية للعاملين بالمتاحف لطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا. للوقاية من فيروس كورونا أيضا، واصلت القوات المسلحة خطتها ونفذت بأطقم التطهير عمليات التعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية بالبلاد، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، فضلا عن الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة للميادين العامة. لمواجهة الكوارث والأزمات، خصص مجلس الوزراء رقم حساب خاص للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، يتلقى كل المساهمات والتبرعات بالجنيه المصري وبكل البنوك المصرية، ويحمل اسم صندوق تحيا مصر ومواجهة الكوارث والأزمات. المجلس أشاد بمبادرة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف مع المؤسسات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة العالمية. في إطار التضامن الاجتماعي وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية، دشن مجموعة من الشباب بمركز المنشأة بجنوب محافظة سوهاج بصعيد مصر، دشنوا حملة لتوعية المواطنين بسبل الوقاية من فيروس كورونا. كما قام الشباب بتوزيع كميات من الكمامات والقفازات على المواطنين والأطفال، مؤكدين حرصهم على مساندة جهود الدولة المصرية في حملتها للتوعية والقضاء على فيروس كورونا وعدم انتشاره. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.